يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي وحبيبة قلبي، وش راكم وش حوالكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو هذا في تمام الصحة والعافية. وصفتنا لنهار اليوم أو معسلتنا لنهار اليوم، وصفة اليوم وصفة سبيسيال. كي نقول سبيسيال يعني حاجة فريمون كلاس، حاجة بنة، حاجة توب دي توب. وصفتنا لنهار اليوم درت لكم بقلاوة بلا باتا فيلو بيكو تاع الشوكولا، من أروع 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 حاجة ذقتها في حياتي يا البنات، يعني والله على ما أقول شهيد. كيفاش جاتني الفكرة البنات؟ كي نروحوا يعني هكذا نشروا المعسلات التركية، نشوف توجور هذيك البقلاوة تاع الشوكولا تعجبني بالبزاف، بصح نحشم هكذا نسقسي ديجا بلا ما تحشمي ما يمدولكش لاغوسيت. هيا قلت نسيها وحدي وخرجت من أروع ما يكون. هي صح يعني مقاديرها شوية غاليين، مي أنا كي قلت لكم سبيسيال يعني سبيسيال، يعني تحضروها غير للعزاز على قلبكم، وأنا حضرتها فعلا للعزاز على قلبي، ربي إن شاء الله يحفظهم لي. نخليكم مع الفيديو تشوفوا التفاصيل. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أول حاجة نسحقوها البنات، نسحقوا لاباتافيلو. هذه لاباتافيلو الأميرة اللي توجور نخدم بها، حبيت نمري لكم يعني هاد لامارك، يعني ما شاء الله كيف كيف يعني تخرج لكم نفس النتيجة كيما الأميرة، يعني ما شاء الله. عندي لهنا كمية من البيستاج، ماشي بزاف البنات، أنا شي تقيس واحد نقولوا الماكسيموم واحد 60 ميل هكذا. عندي العسل وعندي الشوكولا تختيني اي نوع كان، وعندي كميه مسمن ولا من المارغرين لكم الاختيار. نجيب لهنا لاباتا فيلو ديالي، اعذروني يعني على الصوت ديالي، راني مونطي في نص الليل يعني راني طايحه بالعيا. نجيب المول يدخل للفر، نحكمه هكذا كامل، ندهنه مليح 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 بالسمن ولا بالمارغرين لكم الاختيار، بصح السمن يعني راح يعطي لها بنه فريمون هايله. ونجيب الورقات تاع لاباتا فيلو ديالي وندهن كل زوج ورقات، يعني انا سبقنا ودرنا البقلاوه التركيه توجور نقول لكم ما تدهنوش يعني كل ورقه وحدها، باسكو راح تجيب بزاف بزاف تتقرمش فوق اللازم. انا كل زوج ورقات باش ندهنهم فوالا بهذه الطريقه. هذه انا قطعت شويه من بعد شفتها يعني مش راح تخرج عليا. هيا حطيت الورقه كامله في السطح تاع المول ديالي، شوفوا يعني الطبقه الاولى حطيته كامل هكذا، حطيت هذيك الورقه بالطبع. ومن بعد اللي يجي من الفوق هنا لازم نخدمه شويه بالحيله، اللي يجي من الفوق شوفوا الورقه البنات اللي راح جايه من الفوق راح جايه شويه ناقصه من جهه اليسار. انا كيفاش راح نخدم؟ راح نخدم بالعكس، مره راح نجي يعني هذاك الفيد لكم تشوفوا فيه راح يجي من جهه اليمين، والمره اللي بعدها راح يجي من جهه اليسار باش يجوا الطبقات متساويه. انتما تحبوا تقطعوا لاباتا فيلو ديالكم تحطوهم طبقات متساويه داكشي ليكم، يعني مانيش حابه نخرج بزاف لي شويت. انا لهنا واش درت الربع طبقات تاع تاع لاباتا فيلو، كل ربع طبقات نحط لهم هكذا شويه شوكولا أتختيني أي نوع كانت. أنا دوبتها شوية في حمام مائي يعني باش تطلق روحها تساعدني في الخدمة، وزدت رشة صغيرة تاع بيستاج. تحبوا تخدموا كيما راني نخدم أنا درت كل ربع طبقات ندير لهم هكذا الشوكولا وندير لهم رشة بيستاج. تحبوا تخدموها على طريقة البقلاوة العادية، يعني كل زوج تلت ورقات ندير لهم شوية شوكولا، كي نوصلوا للوسط نديروا الحشوة ديالنا كيما نخدموا البقلاوة العادية. راح نكمل كامل طبقات بهذه الطريقة اللي شفتوهم البنات، كل زوج طبقات ندير لهم سمن ولا ليدام، وكل ربع طبقات ندير لهم الشوكولا. تحبوا كل زوج طبقات ندير لهم شوكولا إذا كانت عندكم بزيادة ما كان حتى مشكل. راح نكمل بنفس الطريقه توجو قلت لكم نعكس، مره ندير هذاك الفيد نخليه لليمين ومره نخليه لليسار. تحبوا تقطعوا اللهم بارك. هذه الطبقه البنات ما قبل الاخيره، هذه الطبقه الاخيره يعني درت لها يعني ماذا بكم يعني، ونصيحه الطبقه ما قبل الاخيره ديروا لها شويه شوكولا باش تجيكم هذيك الطبقه الاخرى شويه فونسي على اللي خرجت لي انايا. انا دات معايا واحد نقولوا 5-6 طبقات تاع الشوكولا والبيستاج فوالا، يعني البيستاج ما دارليش كميه كبيره، قلت لكم شريت 60000 حشيت به يعني البقلاوه ديالي وخليت شويه للتزيين فوالا.
نقطعها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها خياتي. توجور كي نقطع البقلاوه نحكم هكذا بصبعتي، نحكم الحبه قبل ما نقطعها باش ما يهربوليش بزاف هذوك الورقات. فوالا حنقطعها هكذا مربعات كيما موضح في الصوره، نقطعها كامل هكذا كيما شفتوا خياتي. نجيب نحط لها يعني منها من الفوق، ولا نرشها بكميه معتبره من السمن باش يعني باش تجي مقرمشه ما شاء الله. انا رشيتها كامل هكذا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد برفق برفق دهنت لها هكذا السطح ديالها، وندخلها للفور طيب على نار متوسطه. شدت معايا تقريبا واحد الساعه غير 10 هكذا، يعني طولت شويه باسكو خفت الشوكولاته ديك تتحرق لي، نقصت لها شويه النار، خليتها على نار متوسطه قريبة رايحه للقليله. وزدت حمرتها واحد نقولوا 5 دقائق من الفوق، وحطيت لها عسيلة ولا عسل يكون يعني بدون اي اضافة. تحبوا يعني المعسلات ديالكم يبقاو توجور مقرمشين ومحافظين على ديك القرمشة اطول مدة ممكنة، ديروا لهم عسل بدون اي اضافات. انا برك دفيته شوية في حمام مائي باش يسهل يعني تتشربوا البقلاوة ديالي، كان بارد يعني دافي برك، والبقلاوة سخونة. ولهاد الكمية خياتي تقريبا خدات معايا 800 غرام تاع عسيل، وخليتها يعني تشربت مليح مليح واحد 5 6 سوايع، وزدت لها رشه بيستاشا كدا من الفوق. شوفوا كيفاش خرجت البنات ما شاء الله، شوفوا هذوك الطبقات واش نحكي لكم يعني، والبنه ما نحكي لكم. زدت لها شويه زيكزاك هكذا تاع الشوكولاته، لا رشه بيستاش، والصلاه والسلام على نبينا العدنان. اروع اروع اروع، قد ما نوصف لكم وقد ما نقول لكم مش راح نوفي حقها. والله العظيم يا بنات نتمنى من اعماق قلبي اللي تقدر يعني باش تطبقها ولا باش تديرها ليها ولا لعائلتها ولا لضيافها، والله العظيم ليا الشرف تذوق هذيك البنه العزيزه. واكيد اكيد ماشي لازم تتقيد بالبيستاج ولا باي نوع تاع شوكولا، تقدروا خياتي ديروها بالكاوكاو يعني نورمال، ماشي لازم. قلتكم انا كانت عندي يعني مناسبه ودرتها على درتها لضياف فريمون فريمون عزاز على قلبي، سينو المره الجايه باذن الله كي نسيها اكيد راح نديرها بالكاوكاو وباي نوع شوكولا كانت عندكم، ما تتقيدوش. نتمنى ان شاء الله تجربوا وصفتنا اليوم وتنال رضاكم وتنال اعجابكم، وتنوروني بتطبيقاتكم في جروبي على الفيسبوك مطبخ ام سيدو. ما تبخلونيش خياتي بجام وكومنتار مشجع، وكتروا كتروا البارطاج باش تكبر عائلتنا وتكبر لمتنا. الى وصفه قادمه وطبق قادم، خليتكم رعايه الله وحفظه. سلام.